رحمكم الله. القول الفصل. حضور قوي يوضح الحكم الفصل بين الحق والباطل في العديد من القضايا الراهنة من منظور وطني من خلال منظومة القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية والاجتماعية وغيرها من التي تربى عليها المجتمع الإماراتي. الإعداد والتقديم الشيخ وسيم يوسف. الخداعة التي تحملنا ما لا طاقة لنا به، فعندنا اليوم مقال بعنوان، عندي والله إحصائيات، العرب 67% يحبون المظاهر ولا يملكون النقود مثلا. 67% قامت إحدى الصحف بإجراء استفتاء حول 10,000 مواطن عربي، فالنتيجة أن 67% عندهم شعار صيت غنى ولا صيت فقر، يعني سمعة غنى ولا سمعة فقر. ف67% يقول ما عندنا مشكلة أن نكون فقراء لكن المظاهر تكون تظهر عليها الأغنياء. فأصبح للأسف حب الظهور والاهتمام بالمظاهر ظاهرة انتشرت في بعض المجتمعات العربية وخصوصا الخليجية، وبالذات ذات المستوى الاجتماعي المعقول والمرتفع عند المجتمعات. وبغض النظر عن اختلاف طبقات المجتمع الواحد، فالاهتمام في المظاهر أصبح مشكلة تعاني منها معظم طبقات المجتمع. فالساعة يجب أن تكون من كذا، والحذاء يجب أن يكون من كذا، والعطر يجب أن يكون من كذا، والسيارة يجب أن تكون من كذا، وأصبحت الناس تفتخر أنها حينما تسافر تأتي ببضاعة من دولة كذا، وهذا يعني إيه. وحتى أثناء السفر في الطائرة إيكونومي بيزنس درجة أولى. فالشاهد أننا نحمل أنفسنا نرضي الناس ولا نرضي أنفسنا، رغم أنا يعني أشوف يعني كلما زادت الحياة بساطة كلما زادت السعادة. يعني أنا عندي كشخصيا تجلس على عرقوب في البر، والله العظيم مع دلة كرك ولا قهوة أقسم بالله عندي بالعالم كاملا. وانت بعد يا سالم معي في الإخراج سالم، والله العظيم أن الجلوس على في البر، أنا يوم الأربعاء كنت، يوم الجمعة في البر كنت، والله أجلس على التلة في الوثبة والدلة القهوة والكرك مع الوالدة، والله العظيم تسوى الدنيا ما فيها. فكلما زادت الإنسان بساطة في الحياة كلما زاد السعادة. لكن نحن لا، السيارة يجب أن تكون كذا، الملابس كذا، نهتم بالمظاهر، نأخذ الديون من أجل المظاهر. أيضا موقع العرب وصحيفة كل العرب تقول نعيش زمنا ملونا يكثر فيه المدح والتبجيل والمجاملة، زمنا مليئا بالأقنعة والمظاهر الكذابة. نشر سنة 2013 مقالا بعنوان ملعونة هي الأقنعة، يقول المقال ملعونة هي الأقنعة الملونة المزركشة والمظاهر الخداعة الكذابة التي تحولت إلى آفة اجتماعية خطيرة وباتت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ملعونة، نعم ملعونة وألف ملعونة، نعيش زمنا ملونا يكثر فيه المدح والتبجيل والمجاملة، زمنا مليئا بالأقنعة والمظاهر الخداعة الكذابة، زمنا يتنافس فيه الرجال والنساء ويتناحرون على خداع الناس بمظاهرهم اللامعة البراقة وبجمالهم المصطنع والمقتنيات النادرة النفيسة، ومن المركبات الفخمة ونفائس المجوهرات والذهب والملابس الباهظة الثمن لأفضل المصممين والشركات والنظارات الشمسية من أفضل الماركات العالمية وحياة البذخ والرفاهية وغيرها. نعم هم في الواقع مديونون للبنك، محتالون، نصابون، خداعون، تخنقهم الحجوزات المالية، لا تحترم حوالاتهم البنكية، شيكاتهم عبارة عن سراب خادع، رصيدهم فارغ كفراغهم الداخلي، فرصيدهم الفعلي بين الناس لا يقاس وفق جمال المظهر، فوراء هذا الجمال والقناع يظهر قبح الجوهر والتصرف، فليس كل ما يلمع ذهبا.
الظاهر الخداع الكذابة زمنا يتنافس فيه الرجال والنساء ويتناحرون على خداع الناس بمظاهرهم اللامعة البراقة وبجمالهم المصطنع والمقتنيات النادرة النفيسة ومن المركبات الفخمة ونفائس المجوهرات والذهب والملابس الباهظة الثمن لأفضل المصممين والشركات والنظارات الشمسية من أفضل الماركات العالمية وحياة البذخ والرفاهية وغيرها. نعم هم في الواقع مديونون للبنك، محتالون، نصابون، خداعون، تخنقهم الحجوزات المالية، لا تحترم حوالاتهم البنكية، شيكاتهم عبارة عن سراب خادع، رصيدهم فارغ كفراغهم الداخلي، فرصيدهم الفعلي بين الناس لا يقاس وفق جمال المظهر، فوراء هذا الجمال والقناع يظهر قبح الجوهر والتصرف، فليس كل ما يلمع ذهبا. رصيدهم الفعلي بين الناس لا يقاس وفق جمال المظهر، فوراء هذا الجمال والقناع يظهر قبح الجوهر والتصرف، فليس كل ما يلمع ذهبا.